مرحبا بكم إخواني في هذه الحلقة الجديدة على مدونة المخترع. طبعا في هذه الحلقة سوف نتطرق إلى طريقة اختيار الكارت ميموار الذي تلائمنا. طبعا كثرت الكارت ميموار في السوق، ستجد ملايير الكارت ميموار تباع، ولكن الكثير منا يجهل ما هي الكارت ميموار وكيف تقاس هذه الكارت ميموار وما هي الأفضل. وما هي هناك دائما من يقول أن الكارت ميموار الرخيصة هي الأسوأ، والكارت ميموار الغالية هي الأفضل، وهناك من يقول أن هي كارت ميموار فقط، أي كارت ميموار ستصلح سأشتري الرخيص فيها. ولكن إخواني هناك فروقات كبيرة جدا وعظيمة من ناحية الكارت ميموار وعن تجربة خاصة سيلاحظها الكثير عندما يدخل في مجال التصوير، سواء يستعين بالكاميرا بروفيشنال مثل كاميرا نيكون او كانون او يستعمل هاتف ذكي يدعم الفول اتش دي في الكاميرا الخاصة به مثل هاتف اكسبيريا زد. ولو ان هذه الهواتف تحتوي على ميموار داخلي في الهاتف. اخواني فرجاء لا تحاولوا شراء الهواتف او شراء الميموار كارد التي ليس فيها اي معلومات. هناك فقط معلومة مثل سان ديسك و 2 جيجا، فقط هذه هي المعلومات. تلاحظون هنا 2 جيجا، لا تلاحظ معلومات كبيرة جدا عن الهاتف الا نوعية او عفوا قلت الهاتف نوعية الكارت ميموار و المكتوب عليها. سنذهب اخواني الى كيف اختار الكارت ميموار. الكارت ميموار اخواني تقاس على سرعة النقل الخاصة بها، طبعا في الثانية سرعة نقل. طبعا الفيديو عندما يتسجل ستلاحظون التسجيل هو عملية نقل الملفات، يجب عليك ان تحصل على كارت ميموار لديها سرعة كبيرة جدا كي تحصل على جودة في الفيديو وسرعة في الفيديو. تلاحظون إخواني هذا الأنواع من الكارت ميموار، تلاحظون هذا النوع من الكارت ميموار المتوفر بشكل كبير. تلاحظون هنا تلاحظون حرف سي وفي وسطه رقم 4. هذه إخواني هي الكلاس فور إخواني أو الفئة الرابعة. تمتاز إخواني تمتاز بسرعة نقل بيانات كبيرة عن الكلاس 2 والكلاس 3 والكلاس أ إخواني. ولكن هناك فئات أخرى تدعم نقل كبير جدا، فأنا وضعت لكم هذا أو بحثت لكم عن هذا الفيديو أو هذا الجدول إخواني. تلاحظون هنا سرعة النقل لدى أنواع الكارت ميموار، فتلاحظون هنا إخواني الكلاس 2 ميجا بايت في الثانية، والكلاس 4 ميجا بايت في الثانية، والكلاس 6 ميجا بايت في الثانية، والكلاس 10 ميجا بايت في الثانية. فتلاحظون هنا إخواني الفول اتش دي إخواني يجب أن تشتري كلاس 10 عليك شراء كلاس 10 كي تصور الفول اتش دي والاتش دي طبعا. والكلاس 6 والكلاس 4 ستلاحظ تصوير الاتش دي ريكورد والفول اتش دي فيديو بشكل عادي اخواني، ولكن ستلاحظون تقطعات في الفيديو. نورمال سبيد او هاي سبيد يجب عليك ان تستعمل كلاس 10. خلاص هناك فئة أخرى إخواني هي المكتوبة بالE1 وE3. طبعا هذه الفئة هي كبيرة جدا، تلاحظون 10 ميجا بايت في الثانية و30 ميجا بايت في الثانية. إخواني وفقط للملاحظة فإن الكلاس 10 هناك أنواع أخرى، أنواع من الكلاس 10 تنقل بسرعة أكثر من 10 ميجا بايت في الثانية، وهناك كلاس 6 تنقل أكثر من 6 ميجا بايت في الثانية. فمثلا كما تلاحظون هذا النوع إخواني، هذا هو النوع إخواني. هنا مكتوبة E3 كلاس 10 أو كلاس 10، كما تلاحظون 95 ميجا بايت في الثانية، شيء جميل جدا إخواني. هذا تسجل به الفول اتش دي والكاتكا وماذا تريد، يعني تسجل أي فيديو تريده.
هذه تمتاز بسرعة كبيرة جدا إخواني. هذه هي الأنواع الكارت ميمور الجميلة. فقط عندما تذهب إلى السوق حاول أن تنظر إلى هذه العلامة، ستلاحظ كلاس 4 إذا كنت تريد وضعها في الهاتف، فاشتري كلاس 4 أو فما فوق، كلاس 4 فما فوق. هذا هو الهواتف الذكية الآن تصور بنوع، تصور بكواليتي HD أو تصور بجودة HD، عليك شراء سي أو كلاس 4 فما فوق. أو إذا أردت وضعها في كاميرا بروفيشنال، طبعا كانون أو نيكون أو كاميرا من الحجم الصغير سوني أو باناسونيك أو فوجي فيلم تريد وضعها، فرجاء حاول أن تبحث عن كارت ميموار مثل هذه كلاس 10. كلاس 10 مكتوبة فيها هنا كلاس 10. ولكن إذا وجدت هذه النوع من E1 والE3 فلا مانع في أن تشتريها، ولكن الثمن يكون غالي نوعا ما بالمقارنة مع الكلاس، بالمقارنة مع الكلاس. فتلاحظون إخواني أنك تدخل لمحل ستجد الكلاس 10 والكلاس 6 والكلاس 4 والكلاس 2، ولكن البائع يبيعها بنفس السعر، بنفس السعر. فرجاء استفد من هذه الفروقات واشتري فقط كلاس 10، ومبروك عليك، كارت ميمور سريعة وخفيفة. وهناك إخواني هذا الكلاس 4 أو الكلاس 4، وهناك أيضا مثل هذه الـ E1 إخواني، تنقل 50 ميجا بايت في الثانية، تدعم الـ HD والفول HD وأيضا الكاتكا. إلى هنا إخواني أتمنى أن أكون قد شرحت إليكم هذه الأمور جيدا. ورجاء لا تبخلوا علينا بزر لايك. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله في حلقة جديدة أخرى إن شاء الله. سلام.